أعزائنا طلبة وطالبات المراحل التعليمية المختلفة في كافة أنحاء جمهورية مصر العربية، مجموعة من الحلقات التلفزيونية والإذاعية عبر المنصة الإلكترونية التابعة لوزارة الشباب والرياضة بمجموعة من الخبراء والمتخصصين والمدرسين في المراحل التعليمية تحديداً للشهادة الثانوية من خلال منصة وزارة الشباب والرياضة. طبعاً ده من خلال التعاون بين وزارة الشباب والرياضة، وزارة التربية والتعليم، ووزارة الأوقاف. مرحلة صعبة مهمة بتجتازها مصر الحبيبة من خلال تعاون كافة الجهات. نتمنى بإذن الله كل الخير وكل الصحة وكل السعادة والنجاح لكل الشباب المصري، ودايما وأبدا تحيا مصر. أعزائي الطلبة والطالبات، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من مراجعة التاريخ للثانوية العامة في إطار فعاليات القوافل التعليمية الإلكترونية التابعة لوزارة الشباب والرياضة. بنستكمل أسئلتنا في الفصل الثالث. السؤال بيقول لي: بما تفسر خمود الروح الوطنية في مصر في الفترة من 1882 حتى 1892؟ بنقول له أول حاجة بسبب الاحتلال البريطاني للبلاد ونفي بعض زعماء الثورة العربية واعتقال البعض الآخر. حاجة تانية أن السلطة الفعلية في البلاد أصبحت في إيد المعتمد البريطاني وأيضا المستشارين للإنجليز في كافة فروع الإدارة، في الجيش والشرطة والأشغال العامة، وزي ما شفنا في التعليم. يعني سيطر الإنجليز على معظم الوزارات والإدارات في البلاد. عدم اعتراض الخديوي توفيق على أي قرارات من سلطات الاحتلال البريطاني، باعتبار أن الإنجليز هم اللي حموه من الثورة العرابية. أيضا تفرق الشخصيات الوطنية المصرية، بعضهم انشغل بمصالحه الخاصة أو بالوظائف الحكومية، و بعضهم انحاز إلى صف الإنجليز. السؤال بعد كده بيقول لي: بما تفسر حادثة فاشودة بين إنجلترا وفرنسا سنة 1898؟ بنقول إنه فرنسا أرادت أن تسد أو توقف توغل الاستعمار الإنجليزي إلى قلب أفريقيا الاستوائية، فأرسلت حملة فرنسية للاستيلاء على فاشودة، ولكن اعترضت انجلترا باسم مصر باعتبار ان فاشودة تتبع مصر، وانتهى الامر بين الدولتين عند اطار المواجهة غير المسلحة، وانسحبت فرنسا من فاشودة بعد اتصالات دبلوماسية بين البلدين. وما تنساش ان دي كانت مقدمة للوفاق الودي ما بين انجلترا وفرنسا سنة 1904. السؤال بعد كده بيقول لي: عقد الوفاق الودي بين انجلترا وفرنسا 1904، بنقول انه فاشودة كانت مجرد البداية، مجرد المقدمة للصلح بين انجلترا وفرنسا، وانه ملك انجلترا كان وراء الاتصالات الدبلوماسية اللي تمت ما بين الدولتين، وإنه الهدف الرئيسي من هذه الاتصالات وهذا الوفاق كان مواجهة قوة ألمانيا المتصاعدة. طيب، الوفاق الودي بيعبر عن رغبة فرنسا في احتلال مراكش، ورغبة انجلترا في استمرار احتلالها لمصر، وانتهى الأمر بأنه عقد الوفاق سنة 1904، وبينص على ألا تعارض إنجلترا استمرار أو احتلال فرنسا لمراكش مقابل ألا تعارض فرنسا استمرار الاحتلال البريطاني لمصر. السؤال بعد كده بيقول لي: تولى محمد فريد قيادة الحركة الوطنية المصرية
في إطار أو في مناخ غير ملائم، في ظروف صعبة. نقول أول حاجة بسبب نضج سياسة الوفاق ما بين إنجلترا وفرنسا، دي حاجة. ثم تنكر الخديوي عباس حلمي الثاني للحركة الوطنية المصرية واتباع سياسة الوفاق، وبالذات لما تولى منصب المعتمد البريطاني جورست، فمحمد فريد تولى قيادة الحركة الوطنية المصرية أو قيادة الحزب الوطني في ظروف صعبة للغاية. نشوف سؤال بعد كده بيقول لي حدوث تغييب للوعي خلال محاولات مصطفى كامل في تحقيق الجلاء، نقول له بسبب سياسة المصالح الدولية المشتركة وتغييب الوعي والوفاق بين الدول العظمى، يعني كل دولة من الدول العظمى بتسعى لتحقيق مصالحها الخاصة على حساب حرية الشعوب. خش على سؤال تاني. السؤال بيقول لي بما تفسر اندلاع الثورة العرابية عام 1881؟ طبعا السؤال كده يبقى سؤال طويل، واحنا متفقين انه الأسئلة الطويلة ما بقتش بتيجي كتير في الامتحانات. طب يجي لي السؤال ازاي؟ ممكن يسألني عن الأسباب السياسية للثورة العربية، أو الأسباب الاقتصادية للثورة العربية، أو دور العسكريين في الثورة العربية، يعني يجيب لي جزئية من هذا السؤال. نشوف مع بعض نجاوب على السؤال ده ازاي. نبدأ الأول بالأسباب السياسية للثورة العربية. أول حاجة زيادة التدخل الأجنبي في شؤون البلاد وخضوع الخديوي توفيق للأجانب. الحاجة الثانية الحكم المطلق أو المستبد سواء من الخديوي توفيق أو من رياض باشا رئيس الوزراء. طب نشوف مع بعض الأسباب الاقتصادية للثورة العرابية. أخطر حاجة بنقول قانون التصفية، وأنه قانون التصفية ده خصص أقل من نصف الإيرادات لنفقات الحكومة المصرية والباقي لسداد الديون. ده إيه نتيجته؟ نتيجته تدهور اقتصادي في البلاد وانهيار الخدمات وحرمان الأهالي من ثمرة جهودهم، فده هيبقى من ضمن أسباب الثورة، بالإضافة إلى تذمر ملاك الأراضي الزراعية بسبب إلغاء قانون المقابلة. هنيجي على الأسباب العسكرية للثورة العرابية واللي أدت إلى تذمر الضباط الوطنيين أو الضباط المصريين. والأول حاجة إحالة كثير من الضباط المصريين للتقاعد بحجة ضغط النفقات وعدم توفير وظائف أخرى مدنية لهم، فانضموا إلى جيش الناقمين من الثوار. إيه تاني؟ الاضطهاد اللي تعرضوا ليه زي ما قلنا في عهد عثمان رفقي وزير الحربية الشركسي وحرمانهم من الترقية ومن القيادة. ثم ما تنساش السبب المباشر للثورة العرابية وهو نقل الأميرة لاي، أميرة لاي يعني العميد، رتبة العميد الأميرة لاي عبد العال حلمي، قائد آلاي ترى، كتيبة عسكرية في ترى. تم نقل هذا الضابط المصري الوطني، كان من أكبر الضباط المصريين في الجيش، إلى ديوان عام وزارة الحربية. ليه؟ عشان هذه الوظيفة تروح لضابط شركسي. حس الضباط المصريين بالإهانة وعملوا اجتماع في منزل الزعيم أحمد عرابي لمناقشة أوضاعهم داخل الجيش، وده طبعا كان بنقول السبب المباشر للثورة العرابية. نشوف سؤال تاني. السؤال بيقول لي بما تفسر عقد مؤتمر الأستانة يونيو 1882، بنقول أدركت فرنسا أن إنجلترا تريد الانفراد بمصر واحتلالها، فدعت الدول المهتمة بالمسألة المصرية إلى عقد
اجتماع دولي، وتم بالفعل عقد الاجتماع في مقر السفارة الإيطالية بالأستانة، وأصدر المؤتمرون أصدروا ما يسمى بميثاق النزاهة. إيه ميثاق النزاهة ده؟ بيقول لي إنه الدول المجتمعة بتتعهد ألا تتدخل في شؤون مصر الداخلية، ولا تحصل أي دولة على ميزة أو مكسب خاص بها دون أن تتمتع بهذه الميزة أو بهذا المكسب باقي الدول الأوروبية. ولكن المندوب الإنجليزي أضاف العبارة المشهورة بتاعته: إلا إذا حدث ما يؤدي إلى ذلك. ودي عبارة عايمة، يعني عبارة ملهاش معنى محدد. وبدأ الأسطول الإنجليزي اللي كان بيحاصر سواحل الإسكندرية في ضرب الإسكندرية في يوليو 1882، وبيقول لي وهكذا ذهب ميثاق النزاهة سدى. يعني ميثاق النزاهة اللي هو قرارات مؤتمر الأستانة أصبح بلا فائدة نتيجة أنه الأسطول الإنجليزي بدأ يضرب الإسكندرية. طيب السؤال اللي بعد كده بيقول لي: الانقسام في صفوف الأمة في أحداث الثورة العرابية ده بسبب إصدار السلطان العثماني لفرمان عصيان عرابي، وده أدى إلى بنقول انقسام صفوف الأمة. إزاي؟ جزء من الأمة بقى تابع لأحمد عرابي والعناصر الوطنية في الجيش، جزء تاني تابع للخديوي توفيق والعناصر التركية الشركسية. طب ده بيترتب عليه انه الانجليز بيظهروا بمظهر حماة سلطة الخديوي الشرعية. السؤال بعد كده بيقول لي: فشل الثورة العرابية اولا بسبب الانقسام في صفوف الامة زي ما قلنا بين اتباع احمد عرابي واتباع الخديوي توفيق والعناصر التركية او الشركسية، ظهور عناصر انهزامية في صفوف القوات المصرية طالبت بتصفية الثورة، ووصل بهم الأمر إلى طلب إجلاء أحمد عرابي أو نفي أحمد عرابي خارج البلاد، عدم تكافؤ القوة العسكرية بين الجيش المصري والجيش الإنجليزي، تواطؤ شركة قناة السويس لما سمحت للقوات الإنجليزية بدخول قناة السويس بعد ما خدعت أحمد عرابي، ثم معاداة الدول الكبرى لأي ثورات وطنية حفاظا على الملكيات أو الملكيات المستبدة. السؤال بعد كده بيقول لي: بما تفسر تدهور الصناعة المصرية في ظل الاحتلال البريطاني؟ قل له فرض ضريبة 8% على صناعة المنسوجات، ثم رفع سعر السكر المحلي وعشان يتساوى مع سعر السكر المستورد، وده هيؤدي إلى إغلاق أو تدهور مصانع السكر، ثم فرض ضريبة على الآلات المستوردة من الخارج تعادل قيمة الضريبة على البضائع المستوردة، ثم فرض ضريبة 1.25% على المنتجات الصناعية المصنعة في مصر والمصدرة للخارج، فده بيؤدي إلى ارتفاع تكلفة الصناعات المصرية وبالتالي صعوبة تسويقها سواء داخل البلاد أو خارج البلاد. طيب السؤال بعد كده بيقول لي: تدهور الصناعات الصغيرة اللي هي الصناعات الحرفية بسبب انتشار الإفلاس بين عدد كبير من أصحاب هذه الصناعات، ثم عدم وجود طائفة تحمي هؤلاء الصناع، وزي ما عارفين ألغيت طوائف الحرف تماما سنة 1891، ثم منافسة المنتجات الأوروبية للمنتجات الصناعية المصرية. السؤال بعد كده بيقول لي: زيادة روح المعارضة والمقاومة عند المصريين أواخر القرن 19، وده سؤال جالنا في نماذج الوزارة السنة دي، بنقول
عندي عاملين، يعني عامل سياسي وعامل ثقافي أدى إلى اشتعال الروح الوطنية في أواخر القرن ال19. العامل السياسي مرتبط بالخديوي عباس حلمي الثاني وتقربه من صفوف الحركة الوطنية وتقربه من مصطفى كامل، فده بيشعل الروح الوطنية في البلاد. في عامل ثقافي وده عامل مهم جدا اللي هو انتشار صحافة الرأي في البلاد، عودة المبعوثين المصريين اللي كانوا أرسلوا إلى الخارج في عهد الخديوي إسماعيل ابتدوا يرجعوا إلى مصر، ودول عاشوا في ظل نظام ديمقراطي في أوروبا، فعادوا بيحاولوا يفرضوا وجودهم على الساحة الثقافية والفكرية في البلاد، وانضموا إلى الصالونات الثقافية اللي كانت منتشرة في مصر في هذا الوقت. سؤال تاني بيقول لي رفض العرابيين الذهاب إلى السودان لإخماد الثورة المهدية. طبعا اعتقدوا أنه العرابيين اعتقدوا أن الهدف إبعادهم عن مجرى الحوادث في البلاد، مش كده وبس، ده رفضوا أيضا إشراك جنودهم في حفر الرياح التوفيقي، وده لأنهم اعتقدوا أن الهدف هو جمع السلاح من أيدي الجنود بتوعهم، وبالتالي رفضوا إشراكهم في حفر هذا الرياح. بيقول لي الصدام بين الخديوي عباس والإنجليز عام 1893 اللي هو الصدام بين عباس وكرومر، وإحنا قلنا السؤال قبل كده بنقول أنه عباس حلمي حاول أن يمارس صلاحياته كاملة، فقرر أو عزل فعلا مصطفى فهمي رئيس الوزراء المعروف بولائه للإنجليز، وعين حسين باشا فخري شخصية وطنية عينه رئيسا للوزراء، يعترض كرومر، وأخيرا بيتصرف الخديوي بطريقة تحفظ له كرامته أمام الرأي العام، فأوعز لحسين فخري بالاستقالة وتم تعيين رياض باشا رئيسا للوزراء. يقول لي اهتمام سلطات الاحتلال البريطاني بالزراعة على حساب الصناعة لتوفير احتياجات مصر من المنتجات الصناعية، أو فتح السوق المصري أمام المنتجات الصناعية البريطانية، وتوفير المواد الخام الإنجليزية أو اللازمة للصناعة الإنجليزية، وخاصة زراعة محاصيل النقدية زي محصول القطن. نخش على نوع تاني من الأسئلة، بيقول لي حدد العلاقة بين القانون الأساسي لدفرن وعداء فرنسا لإنجلترا حتى 1904. بنقول إنه القانون الأساسي لدفرن ألغى المراقبة الثنائية عشان يخلصوا من المراقب الفرنسي، ده بيغضب فرنسا ومش هتتصالح إنجلترا وفرنسا فعليا إلا سنة 1904 بعقد الوفاق الودي.